السلام الله عليكم، مرحبا بكم، مساء الخير للجميع، أهلا وسهلا بكم في قناة يوميات مهاجر وكذلك موقعنا يوميات مهاجر. إذا موضوع اليوم إن شاء الله سوف يكون عن كيفية طلب فيزا كندا السياحية أونلاين. إذا سوف نتعلم اليوم إن شاء الله الطريقة المثلى لطلب فيزا السياحة لكندا أونلاين. إذا أول شيء الموضوع كتبت عليه هنا بالتفصيل في الموقع، يمكنكم العودة للموقع لاحقا. فقط العملية تتكون من 5 خطوات. أول شيء هو إنشاء حساب على موقع وزارة الهجرة الكندية كما تلاحظون هنا، نضغط على هذا الرابط ويأخذنا مباشرة إلى الموقع، ونقوم بفتح حساب على موقع وزارة الهجرة واللجوء والجنسية الكندية IRCC بالضغط على poursuivre vers la LGC. وقد قمت يعني في الماضي بفتح حساب عند طلب رخصة الدراسة أونلاين، لكن لا بأس أن نعيد في الإعادة، وسوف نقوم بفتح الحساب لطلب يعني فيزا السياحة لكندا. إذا كما تلاحظون مباشرة نضغط على تسجيل أو سانغيستري، ولنقوم بعدها بإنشاء اسم مستخدم. هنا نضغط على موافقة أو قبول. بعد ذلك نقوم بإنشاء اسم المستخدم، ليكن أي اسم. ونضغط على مواصلة. المرحلة التي تليها هي إنشاء كلمة سر. كلمة السر هذه يجب أن تتكون من 8 إلى 16 حرفا أو رقما، ولا يجب أن تتشابه مع اسم المستخدم. كذلك تحتوي على رقم وحرف، وحرف كبير وحرف صغير وكذلك رقم. إذن أنا قمت بإنشائها مسبقا، ونضغط على مواصلة. ممتاز. الآن في هذه المرحلة سوف نجيب عن الأسئلة المطروحة، وذلك يعني وتفيدنا هذه الإجابات في عند نسيان كلمة السر. لما تنسون يعني كلمة السر فقط تحفظون يعني هذه الإجابات لأنها تطرح عليكم لاحقا. اختاروا أي يعني سؤال. هنا ضعوا أي تاريخ، لكن فقط يجب أن تتذكروا التاريخ. نضع التاريخ باليوم والشهر والسنة، وهنا كذلك شيء تتذكرونه له علاقة بهذا التاريخ. بعد ذلك نضغط على مواصلة. إذن تم إنشاء الحساب بنجاح. Vous avez créé votre clé GC avec succès. نضغط على مواصلة. وللتذكير فقط يعني إنشاء الحساب كلي جي سي هو صالح للدخول السريع، وصالح لطلب الفيزا السياحية، كذلك صالح لطلب رخصة العمل المفتوح، وصالح لفيزا الدراسة أو رخصة الدراسة. نضغط على موافق. وبعد ذلك هنا يجب الانتباه، يجب أن نقوم بإنشاء يعني بوضع المعلومات الشخصية الصحيحة كما هي موجودة في جواز السفر، الاسم، اللقب، العنوان البريدي، يجب وضع عنوان بريدي إلكتروني عفوا صحيح حتى تتوصلون بكل جديد عبره، وهنا لغة التواصل بينكم وبين وزارة الهجرة الكندية، مثلا نختار الفرنسية ونضغط على مواصلة. جيد.
الآن هذه الأسئلة السرية والأجوبة السرية تطرح عليكم في كل مرة تقومون بالدخول لحسابكم وإجراء تعديلات وكذلك مواصلة الطلب وغير ذلك. لذلك يجب الحفاظ، يعني يجب حفظ هذه المعلومات بشكل جيد. هنا السؤال، هنا الجواب. السؤال الثاني، الجواب. السؤال الثالث، جوابه. السؤال الرابع، وجوابه. ونضغط بعد ذلك على مواصلة. هنا فقط للتنبيه يرجى يعني حفظ هذه المعلومات لأنكم تحتاجونها لاحقا. يمكنكم عمل سكرين شوت لهذه الصفحة كما أريكم الآن، تصوير الشاشة، لأن هذه المعلومات تحتاجها دائما عند الدخول في كل مرة لحسابكم. ونضغط على مواصلة. هي الإجراءات سهلة وبسيطة جدا، فقط تتبعوا معي الخطوات، الإجابة عن الأسئلة خطوة بخطوة. إذا كما تلاحظون هذا هو حسابي. الآن نتجه مباشرة إلى الضغط على هذا الرابط، تقديم طلب لزيارة كندا. جيد، هذه الخانة تعبأ بالنسبة للأشخاص الذين لديهم طلبات سابقة، لديهم رقم مرجعي أو كود ريفيرنس. بالنسبة لمن ليس لديهم رقم في السابق، يذهبون مباشرة إلى فيزا دي فيزيتور أو تأشيرة الزيارة لنقوم بالإجابة عن الاستفسارات الخاصة أو الاستمارة الخاصة بهذا الطلب. إذا السؤال الأول، ما هو غرض زيارة لكندا؟ هنا الزيارة أو سياحة، هنا المدة التي تريدها البقاء في كندا بشكل مؤقت أقل من 6 أشهر. السؤال الثالث، يعني جنسيتك الخاصة بجواز السفر. بالنسبة هنا نختار الكود البيومتري لكل دولة. بالنسبة للجزائر الكود البيومتري هو DZA، لا يجب البحث في ألجيري وإنما في DZA. هنا بالنسبة لمكان الإقامة أو بلد الإقامة نختار الجزائر. هنا هل لديك يعني شخص من العائلة مقيم في كندا ولديه الإقامة الدائمة في كندا؟ لا. هنا تاريخ الازدياد باليوم والشهر والسنة. على سبيل المثال، ونضغط على مواصلة. إذن يجب تعبئة هذه الاستمارة الإلكترونية بدقة، لأن على أساس هذه الاستمارة يعني توصلون بنوع الفيزا المحدد الخاص بكم. هنا هل سبق وأن عشت في كندا كمقيم دائم؟ لا. نضغط على مواصلة. هذه الخانة خاصة بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية أو من لديهم بطاقة خضراء أمريكية، نختار لا. مواصلة. هي أسئلة جدا يعني سهلة جدا، عفوا، يجب فقط الانتباه. هنا الحالة العائلية لك، يعني بالنسبة للمتزوجين يضع ماري متزوج، بالنسبة للعزاب يضع عزب وإلى ذلك. هنا المقاطعة التي سوف تزورها مثلا أونتاريو أو الكيبيك أو غير ذلك، ونضغط على مواصلة أو متابعة الطلب. ننتظر دوما تحميل الصفحة. إذا كما تلاحظون ظهرت لنا النتيجة، فيزا دي فيزيتور موان دو سي موا، أي يعني يمكنكم التقدم لتأشيرة سياحية الأقل من يعني 6 أشهر، يعني هي تأشيرة صلاحيتها قد تصل إلى 10 سنوات، لكن عليكم مغادرة كندا يعني كل قبل يعني انتهاء مدة 6 أشهر. نضغط على مواصلة أو متابعة الطلب. مواصلة. جيد، هنا ما هو الغرض من الزيارة؟
عرض من زيارتك لكندا. هنا بالنسبة للأشخاص الذين يريدون يعني لديهم شهادة إيواء من شخص من العائلة أو صديق، يضغطون على هذا الاختيار الثاني، في زيد مومبغ دو لا فامي أودامي. بالنسبة للسياحة العادية يعني بحجز فندقي، يعني لا تكون تعرف شخص هناك أو لا يرسل لك دعوة، تختار توريزم، اختار الشكل العام يعني سياحة، ونضغط على مواصلة. الآن بالنسبة لهذا السؤال خاص بالمهنة، هل لديك يعني منصب عمل في البلد الذي تقيم به؟ نعم. هل لديك مؤسسة؟ هذا بالنسبة للتجار يدعونها. نعم. بالنسبة لمن يعمل لدى الدولة موظف حكومي يضع؟ لا. هذا بالنسبة للأشخاص الذين يكفلونهم أشخاص آخرون ماليا في كندا أو هنا في الجزائر يضعون نعم. بالنسبة يعني بشكل عام تضعون لا، لأنكم أنتم ما تقومون بتسديد مصاريفكم الشخصية. هنا بالنسبة للسفريات في خلال 10 سنوات الماضية، تذكرون السفريات يعني نعم أو لا؟ هل سافرتم من قبل خلال 10 سنوات الماضية نعم أو لا؟ وضع لا، ونضغط على مواصلة الطلب. بالنسبة للسفريات، عندما تكون السفر لأكثر من 6 أشهر، عادة يطلبون منكم صحيفة السوابق العدلية أو بوليس ريبورت كازي جوديسيير من تلك الدولة، يعني بالنسبة لي الإقامة التي تستوعب 6 أشهر في ذلك البلد. هل هناك شخص من العائلة يصطحبك أو يسافر معك إلى كندا؟ نضغط على لا، ومواصلة الطلب. جيد. هنا هل سبق وأن صدر ضدك يعني أو اخترقت القانون أو كانت أو أجرمت أو تم توقيفك أو تم إدانتك أو غير ذلك؟ نضغط على، ونضغط على مواصلة الطلب. سويفون أو نكست. هل سبق وأن أجريت فحصا طبيا خلال السنة الماضية لدى طبيب معتمد من طرف وزارة الهجرة والجنسية واللجوء الكندية؟ نضع لا، ومتابعة الطلب. هل تريد تقديم طلب لفرد من أفراد العائلة؟ لا، لأنك سوف تسافر لوحدك. إذن هنا بالنسبة، هل تريد يعني الإدلاء بمعلوماتك لشخص آخر، يعني شخص آخر يمكنه الاطلاع على معلوماتك، أو وزارة الهجرة تراسل شخص آخر نيابة عنك حول طلب الفيزا لكندا؟ نضع لا، مواصلة. هل تقوم بدفع يعني المصاريف الخاصة بالطلب أنت شخصيا أم أنك معفي؟ نعم أقوم. اختار الخيار الثاني. نعم أقوم بتسديد طلبة مصاريف الطلب الخاص بي، وهي تقدر ب 185 دولار كندي، 100 دولار كندي يعني مصاريف الفيزا السياحية، و85 دولار كندي مصاريف البيومتريا، الصورة وأخذ البصمات في مركز الفي اف اس. هل لديك يعني جهاز لمسح الوثائق أو عمل سكان للوثائق، لأنك سوف تقوم برفعها على الحساب مثل ما فعلنا يعني بالنسبة لطلب رخصة الدراسة أونلاين؟ نعم لدي، ونضغط على مواصلة. هنا بالنسبة يعني يقولون لك، هل لديك بطاقة بنكية أو بطاقة ائتمان، لأنك سوف تقوم بدفع تكاليف دراسة الملف والحقوق البيومترية عن طريق فيزا أو ماستر كارد أو أمريكان إكسبرس أو جي سي بي أو تشاينا يونيون باي، أو لا يعني بطاقة بنكية أخرى؟ نختار هنا نعم، ويجب أن تتوفر على بطاقة بنكية لتسديد المصاريف. ليس شرط يعني أن تكون البطاقة البنكية باسمكم أو باسم شخص آخر، يعني يمكنكم أن تضعوا اسم ذلك الشخص ورقم البطاقة وغير ذلك، وهو سوف يقوم بتسديد الحقوق لكم، أو أن يعطيكم المعلومات الشخصية الخاصة بالبطاقة وأنتم تقومون بتسديد الحقوق. ونضغط على سويفو أو مواصلة الطلب.
الآن أتينا إلى مرحلة مراجعة الإجابات التي قدمتموها، هي المرحلة ما قبل الأخيرة. هنا يمكنكم مراجعة جميع الإجابات التي قدمتموها في حالة وجود خطأ تقومون بتصحيحه عن طريق الضغط على هذه الأيقونة في شكل قلم، ويمكنكم يعني تعديل ما أردتم. نضغط على مواصلة في حالة يعني التعديل أو كل شيء تمام. ننزل إلى أسفل الصفحة، وهي تقريبا نفس الآلية الخاصة بطلب رخصة الدراسة. جيد، الآن نتوصل بلائحة الوثائق المطلوبة من استمارات وكذلك الوثائق. الوثائق المطلوبة إذن بكل بساطة لدينا يعني تأشيرة، عفوا، استمارة طلبة شيرة السياحة ديموند فيزا دي فيزيتور المسمى بـ EMM 5257، وقمت يعني بتعبئتها في السابق، ولا بأس يعني ربما في فيديو آخر سوف نقوم بتعبئتها إن شاء الله. تقومون بتعبئتها أونلاين مباشرة، إدخال معلوماتكم الشخصية وكل شيء عنكم، ولا تقومون بإمضائها، ولا تقومون بإمضائها، فقط تقومون بالضغط على ديليفيرسي لوفيشي بعد عمل فاليدي أو فاليديت أو يعني المصادقة على الطلب. هذا بالنسبة للاستمارة. الاستمارة الأولى، الوثائق المطلوبة لدينا جواز سفر، تقومون بمسحه وعمل سكان للصفحة التي بها المعلومات الشخصية فقط. الوثيقة الثالثة هي بالنسبة للمصادر المالية، مصادر الدخل، يعني إن كنت موظف، شهادة عمل مترجمة للفرنسية والإنجليزية، كشف الراتب لثلاث أشهر الأخيرة، كذلك كشف بنكي، كذلك شهادة السحب البنكي أو الاتستاسيون دي سولد، وكل يعني كل ما يعني يبين أن لديك يعني عقار أو ملكية كقطعة أرض أو عقد أو هبة أو عقد كراء أو بطاقة رمادية للسيارة. المهم جميع الممتلكات الخاصة بك يمكنك إدراجها في ملف PDF يعني هنا في هذه الخانة. بالنسبة للصورة الشمسية تقومون أيضا بعمل سكان للصورة الشمسية بمواصفات، تضغطون على علامة استفهام ويعطيكم يعني المواصفات الخاصة بكل وثيقة. هنا 35 في 45 حجم الصورة. هنا لو بي دو فواياج، الغرض من الزيارة. هنا يمكنكم يعني وضع فقط يعني حجز تذكرة طائرة ذهاب وإياب، يعني تقومون بالذهاب إلى وكالة، ممكن الحجز هذا على ما أعتقد 400 دينار أو 600 دينار أو مجاني في بعض الوكالات، ويقومون ب يعني طباعة لكم هذا الحجز. هو حجز وهمي يعني، لكن مؤكد في نفس الوقت. الاستمارة التي تليها استمارة معلومات حول العائلة، وهي نفس الاستمارة التي قمنا بتعبئتها عند طلب رخصة الدراسة أونلاين. فقط يعني عند تعبئتها عند كتابة الاسم واللقب، يجب دائما عند اسم كل شخص أن تضع الاسم واللقب باللغة العربية أيضا، اللغة اللاتينية واللغة العربية، كما وضحت عن وضحته في الفيديو السابق الخاص باستمارة العائلة أونلاين. الآن نأتي إلى الأوراق أو الوثائق الاختيارية. هذه وثائق اختيارية يمكنكم إرسالها كما يمكنكم يعني التخلي عنها، لكن من الأحسن إرسالها، وهي يعني استمارة فقط. demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur du Canada EMM 5257، ليست إجبارية لكن من الأحسن تعبئتها وهي سهلة جدا. كذلك هنا renseignement دوك اليوم، معلومات حول الزبون. هنا يمكنكم كتابة رسالة PDF على شكل PDF أو تحويلونها على شكل PDF، وتقومون يعني بإدراج يعني برنامج الزيارة، المناطق التي سوف تزورونها وغير ذلك. هنا بالنسبة لمن يختاروا يعني في مكان الغرض من الزيارة هو السياحة، يختارون مثلا ممبر دو لا فامي أو دامية، صديق أو رفيق أو شخص من العائلة هو الذي قام بدعوتكم، تقومون بإدراج في يعني تقومون بإدراج، يعطوا لكم مكان تقومون فيه بإدراج خانة، تقومون بإدراج يعني الـ هنا في بروف دو ريسيرونس فيرونسيير، تقومون بإدراج الإبرجمون أو شهادة الإيواء الذي سوف يقوم بإرسالها لكم ذلك الشخص. أما بالنسبة للسياحة، نسيت فقط أن أقول، هنا تقومون بإدراج في بروف دو ريسيرونس فيرونسيير سوفيزون، تقومون بإدراج يعني الحجز الفندقي المؤكد.
إذا يعني فقط هنا بالنسبة لبي دو فواياج، أعتذر، يعني بي دو فواياج تقومون بوضع الحجز الفندقي وكذلك حجز الطائرة، يعني أنا ربما أخلطت بعض الأمور. هنا بالنسبة بروف دو ريسورس فونونسيير في سيفيزونت هي شهادة العمل، كشف الراتب، كذلك الكشوف البنكية، المهم الملف المالي لشهادة الضمان الاجتماعي وغير ذلك. هنا لبي دو فواياج تضعون يعني حجز فندقي مؤكد أو شهادة إيواء من طرف يعني شخص مقيم في كندا، زائد تذكرة الطائرة ذهاب وإياب. إذا هذه المعلومات الخاصة بالحجز، عفوا الخاصة باستمارة الفيزا السياحية أونلاين. وتقومون بعد ذلك، بعد يعني تحميل جميع الاستمارات، تصبحون بالأخضر دوكيمون فورني، تقومون ب يعني تحميلها على الموقع وتسديد الحقوق المقدرة ب 185 دولار كندي. يعني إن واجهتكم صعوبات إن شاء الله في المستقبل، ربما سوف نقوم بتعبئة هاتين الاستمارتين، عفوا الاستمارة العائلة قمنا بتعبئتها سابقا، لذلك لا داعي. فقط استمارة الفيزا السياحية ربما سوف نقوم بتعبئتها في فيديو لاحق إن شاء الله. هذه الاستمارة، استمارة EMM 5257، وكذلك استمارة دوموند دي فيزا دو ريزيدون تمبوغار، يعني طلب فيزا المقيم المؤقت. وقمنا ايضا ب يعني تعبئتها في طلب رخصة الدراسة اونلاين، يمكنكم العودة لها، انا نسيت فقط، يمكنكم العودة اليها وسوف تجدونها معبأة. فقط تبقى لنا هذه الاستمارة دوموند دو فيزا دو فيزيتور فيزا دو ريزيدون تمبوغار، وسوف نخصص لها فيديو اخر ان شاء الله. اذا هذه هي الاجراءات بعد يعني تحميل هذه الوثائق و يعني تسديد الحقوق المقدرة ب 150 دولار كندي. سوف توصلون بعد حوالي يوم أو يومين، دائما عبر فضائكم هنا في الموقع كليجيسي، برسالة تقومون تطلب منكم يعني بأخذ البيومتري وكذلك الصور في مركز معالجة الملفات الكندية ببلدكم الفي اف اس جلوبال مثلا بالجزائر العاصمة. وبعد ذلك بعد حوالي 10 أيام سوف تتوصلون برسالة أخرى عبر حسابكم، يعني إثبات يعني دفع جواز السفر في مركز في اف اس للحصول على التأشيرة أو الرفض لا قدر الله. إذن هذه الإجراءات بكل بساطة وسهولة الخاصة بطلب فيزا السياحة لكندا أونلاين. يمكنكم العودة للموقع وتجدون كل المعلومات الخاصة بالطلب، وكذلك الفرق بين الطريقتين، الطريقة التقليدية الخاصة بالملف الورقي والطريقة الخاصة برخصة عفوا فيزا السياحة أونلاين. إذن هذا بالنسبة لفيديو اليوم إن شاء الله، نتمنى أن نكون قد أفدناكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله، وصحة فطوركم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.